أن الله يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أخرجه مسلم. فسبحانك يا ربنا ما أعظمك، ما أحلمك على من عصاك. سبحانك ما عظمناك حق عظمتك وما عرفناك حق معرفتك. لو علم العباد ما لله من العظمة ما عصوه، ولو علم المحبون ما لله من الجمال والكمال ما أحبوا غيره، ولو علم الفقراء غنى الرب سبحانه ما رجوا سبحانه، ما رجوا أحدا سواه. هو سلوة الطائعين، ملاذ الهاربين، ملجأ الخائفين. أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد. فأنت وحدك تعطي السائلين ولا ترد عن بابك المقصود من قصدوا. والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كبروا حتى لمن جحدوا. إن أنت يا رب لن ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. من علق نفسه عباد الله بمعروف غير معروف الله فرجاؤه خائب، ومن حدث نفسه بكفاية غير كفاية الله فحديثه كاذب. لا يغيب عن علمه غائب، ولا يعزب عن نظره عازب. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. سبحانه كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويرفع قوما ويضع آخرين، يحيي ميتا ويميت حيا، ويجيب داعيا ويشفي مريضا، يعز من يشاء ويذل من يشاء. سبحانه كل يوم هو في شأن. سمع نداء يونس في الظلمات واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحيى هاديا مهديا. أزال الكرب عن أيوب وألان الحديد لداود، وسخر الريح لسليمان، وفلق البحر لموسى، وشق القمر لمحمد، ونجى هودا وأهلك قومه، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. إنه الله الرحيم الودود. من تقرب منه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا. ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، بابه سبحانه مفتوح، ولكن من ذا الذي يدخل؟ سبحانه علم ما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وسع علمه كل شيء وأحاط بكل شيء. الورقة تسقط بعلمه، والهمسة تنبس بعلمه، والكلمة تقال بعلمه، والنية تعقد بعلمه، والقطرة لا تنزل إلا بعلمه، والخطوة بعلمه. علم الحي والميت، والرطب واليابس، والحاضر والغائب، والسر والجهر، والبادي والخافي، والكثير والقليل. النجوى عنده جهر، والسر عنده علانية. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارد بالنهار. تتكتم الضمائر على مستودعات الأفكار، فلا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا عالم جهبل، ولا شيطان مارك، ولكن يعلمها علام الغيوب. تتستر الصدور بخواطر وواردات ومقاصد ونيات، لا ينبذ إليها سمع ولا يصل إليها بصر. يطلع عليها الحليم الحكيم العليم. يلف الجنين بغشاء إثر غشاء في رحم أمه، في ظلمات ثلاث فلا يدرى أحي أم ميت، أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد. لا يدرى ما أجله، ما رزقه، ما عمره. ويعلم ذلك الذي أحاط بكل شيء علما. سبحان من لا تقع قطرة ولا تسقط ورقة، ولا تقال كلمة ولا تطلق نظرة، ولا يخط حرف ولا تنشى خطوة، ولا تسكب دمعة ولا تهمس همسة إلا بعلمه، وهو العليم الخبير.
يعلم السرائر سبحانه، ويطلع على الضمائر، يحيط بالأمور، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا غالب لحكمه ولا راد لقضائه، كل يوم هو في شأن، عنده علم الليالي والأيام والزمان والمكان والإنس والجان والنبات والحيوان، لا إله إلا هو اللطيف الخبير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.